أنا بي لا عنده ضمان ولا عنده شيء ولا عنده كم يطلع له يشتغل يطلع له تعويض ولا شيء. بيقيموا من اللحم الحي تحت يعملوا أسيرانس. عاملين أسيرانس مع إكس أسيرانس في ليميت معين قال لأنه هو عنده بالقلب وعنده مدري شو تخلص الهيدي المبلغ خلص المبلغ. فوتنا بي على المستشفى على أساس إنه عنده الأسيرانس. أنا مش عارفة كان بي عندي. وإذ هلا بيقولوا لنا أنه فوتينا على الأسيرانس الوزارة ما رح تعترف. قلت لهم بس أنا مش عارفة شو قصة الكارت تبع بطبع. خليني بي عم روح 83 سنة القلب عم بيقطيش بتلاقوا واقفين عم بيختنق وسط المي لهون بيقولوا لي هلا الوزارة ما بتغطي عم روح 83 مدام جويس دكتورة احنا عند الدكتورة بين لك وزير الصحة تختمها فورا وتدخل المريض حتى لو ما في بادجت نحن بنغطي البادجت مش هيك وخليها تبقى هي اذا كانت مراقبه لوزاره الصحه احشي حساب لها خاص يعني نحن الحكي ما بنقبله سلام عليك لا لا لك لا لا